السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان، صحه لاباس؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. شكرا على التعليق الزوينه، شكرا اللايك، تبارك الله عليكم، تكبر بي الله يكبر بكم. شكرا اختي بزاف، كل واحد باسمه من كل دوله. مرحبا بكم عندي، لاول مره غادي يدخل يشوف لي فيديو ديالي ما ينساش ان شاء الله يتابونا معي، فضلا وليس امرا يتابونا معي باش يبقى يجي كل جديد ان شاء الله يا ربي. ودعموني وشوفوا وصفاتي، تعلموا مني وانا نتعلم منكم، وشي يتعلم بشي، واللي ما عجبتوش شي حاجه واللي شاف شي حاجه ناقصه ولا شي حاجه يقال لي في التعليق باش نتطور انا من راسي ان شاء الله يا ربي. المهم اخوتي، النهار عندنا كبده، سمح لنا الله يكثر خيركم، سمحوا لنا لا توهم اللي تشهت، تسمح لنا الله يجازيكم بالخير، سمحوا لنا الله يكثر خيركم، نقولوا نعاودوا راه حتى حنا نتشهاو نشوف شي حاجه في التصاور. الله يكثر خيركم، كل واحده عندها خيره في دارها. المهم اخوتي، غادي نديروا كبده ان شاء الله هكا مقليه، شوف كتجي زوينه فنة، ما قليتاش هذه من طيبه. المهم اللي بغى يدخل يشوف تبع الفيديو حتى الاخير ان شاء الله يا ربي، وطلع له بحال هذه ولا احسن، لما لا ان شاء الله. يا الله اخوتي، ما نساوش اللايك، الله يجازيكم بالخير. يا الله اخوتي، مع المقادير وطريقه التحضير. يا الله اخوتي، بسم الله الرحمن الرحيم. المهم اخوتي، شنو عندنا في المقادير؟ عندنا كبده هكا نقطعها اطراف صغار، واحد يقطع كيف ما بغى، وعندي واحد جوج بصيلات واربعه ديال الثومه، وعندي زيت المائده، وعندي العطريه، العطريه كلها. المهم انا متبع معايا نوريكم شنو غادي ندير. يا الله يا اخوتي. المهم اخوتي، غادي نقشر البصله ديالي هي الاولى هكا، نقشرها مزيان ونديرها في الماء. انا المهم انا الحكه، لان من احسن بنادم يحكه باش ادلب بي سميتو المرقه ديالك. ها نحط الماء، انا عندي هنا فيها الماء، هادي تاهي الثومة نحطها في الماء باش تساعدني على كسميتو التقشار. وصافي البصلة ديالي، البصلة الا كانت كبيرة حسن، انا المهم عالنهار السبت مع النهار لاخر عاد عندنا الحد، عاد عندنا السوق. المهم اخوتي هكا نقشرها نديرها في الماء، نقشر الثومة ديالي تاهي هكا، الشيبت في الماء دغيا تقشر الجلدة ديالها، تحيد دغيا تذوب وتساعدها مابقاش لاصقة الجلدة بزاف. المهم اخوتي حارة البصلة، هاهي حارة. صافي اخوتي، المهم ننظف الحالة وهانتوما معايا اخوتي. المهم اخوتي، انا غادي نحكها بهاد الحكة الكبيرة هادي، ماشي رقيقة لو كل هادي. اللي بغى يقطعها طراف طراف يقطعها، ولكن هي من الاحسن تحكها باش ادلبي لك المرقة ولا العقدة ولا كل واحد شنو يقول لك. المهم باش المرقة تجي نفية، غادي نحكها مزيان من احسن. المهم كل واحد وطريقته، ولكن من الاحسن جربوا بهذه الطريقه هكا من البصله محكوكه تجي ملبيه احسن. المهم انا كذا عجبني، او كل واحد الذوق ديالو، لكن عاد جربوا بهذه الطريقه ما خسروا ان شاء الله. ها نحكوها كلها لا حرة، عيني تعمر بالكمر. صافي اخوتي، يا الله
هجينا مما خوتي هاد الثومه ديالي حتى هي غادي نحك، غادي نحكها في الرقيقه من احسن حتى الثومه خوتي سيو في الزيت شويه، غتعرفوا الكبده تكون مزفره فيها ريحه الزفره. المهم نحكها هكا مزيان هكا خوتي، المهم اخوتي نتوما كيف عارفيني انا ما انقليش الطاوه ديالي، ولكن بحال دابا في هاد شي حاجه كانت مقليه نقلي ضروري، بحال دابا الكبده غادي نقلي، غتقولوا كيف طرا تقلي، انا دائما نحط كلشي مازال ما طايبش، ولكن لا لان دابا الكبده دغيا طيب، الا مشيت حتى حطناها هكا مع البصله مع كلشي في خطره هاد الثومه ديالي هاد كسميتو غاتجيش زوينه، هتجي خيبة، هتجي ديك مذاق ديال البصلة مازالة فيها ما يمكنش. المهم نضف اخوتي نحيد هالشي، المهم اخوتي دابا غنجيب واحد الطاوة قداشنا هي عندي، شقدي ديش الطاوية مقدمة زيونة. المهم اخوتي شنو غادي نحط فيها سمحوا لي، الصلاة على النبي. المهم اخوتي انا قلتلكم جبت الطاويه ديالي غادي نخوي هاد البصيله وديك الشمنه ضروري ما نقليو هادو، ان شاء الله غندير زيت المائده اي نوع زيت المائده، ما ديرش زيت الزيتون من الاحسن، ولا بغى يدير ماشي مشكل، هي تجيب بزيت المائده احسن، زيت الزيتون يجيها اجيبها شويه تبدل لها مذاق ديال الكبده. المهم اخوتي غادي ندير الطاويه ديالي، هي يعني عندها باش تشحن هادي تخوي هكا، ولكن من الاحسن انا رجلي نهز بالمعلقه باش نعرف الكميه. المهم اخوتي التحميره ندير بالزايد، ها معلقه وشويه التحميره ندير انا بالزايد، نزيد كمون حتى هو ندير بالمعلقه من الاحسن هكا، ندير معلقه ما معمرش بزاف كمون باش ما يجيش عاوتاني ديك المذاق ديال الكمون مجهد. ندير هذه الحبه، يا الله ما بغاتش تذوب تقلعت، المهم حبه شويه حبه ما نديرش انا بزايد، ندير راس معلقه هكا خوتي راس معلقه صافي. ندير كعبة أو سكنجبير حتى هي واحد المعلقة هكا شوية، المهم ما معمرش بزاف. وندير الخرطوم، الخرطوم مدير غير شوية لأن خصني المرقة تجيني حمرا ماشي تجيني صفرا، ها الخرطوم غير الرص هكا هو تجي مجهدة، هاد الخرطوم مجهدة مجهد بزاف صافي أخوتي. وغادي نحطو التقلة، يلا هاجو معايا ضروري خصها التقلة هادي، يلا هاجو معايا. المهم اخوتي انا حطيتها لابوطه، نسيت اخوتي الملحه، هاي الملحه نسيتها، الملحه سايبو غير شويه وتساعات ذوقو جاتكم بزاف معندكم ما ديرو جاتكم شويه زيدو الملحه من الاحسن ملي نقص اخوتي الملحه، الملحه عندك الحل ديالها باش نكون مسوسه تزيده، اما ملي يكون مالحه خصها تزيده بصله الحايده او تزيده بطاطا من الاحسن عاود تبدلك المذاق. المهم اخوتي نحطها تشحر لي مزيان، انا نزيد عليها البوطه تتشحر، ها هي تتشحر غير خلو البصله تشحر مزيان. المهم نتوما خذوها مره مره خلطوها هكا، كنخلطو خدا تشحر مزيان، غير حضيوها خوتي لأن إلا مشيت تقليتو عليها تحرق لكم عاوتاني، هاجي مذاق ديال الحريق، أنا مازال نزيد الما ولكن بلاتي خصني نزيد تشحر البصلة
هي ما قداش واش مشحرة لا، ولكن عزيز عينك ميزانك وتا الريحة تا الريحة ملي تبدل الريحة ديال بين البصلة مع الدابة نبقى طلعت واحد الريحة زوينة. يلا نخليها واحد شوية على ما نحط الماء سخون باش نراوي معاكم. ها خوتي شتي بعد ما تشحرات لي أبقى بحال ما بغيت نلصق في الطاوة راها تشحرات صافي مخليوهاش تلصق تمشي تطلق لكم الريحة ديال الحر. دابا غادي نراوي الماء سخون هكا واحد الجهد عشوية ندير ونحط الكبدة ديالي وعادي يبان لي واش نزيد ولا لا. يلا هانتوما معايا نجيب انا الكبدة بعدا هانتوما معايا خوتي. المهم اخوتي انا جيت حنا رجعنا غنحط الكبدة ديالنا. المهم نحط الكبدة ديالنا هكا شوية. المهم اخوتي على حسب تقطع انا قلت لكم قطعو كيما حب الخاطر. هاكا خوتي كل الحطة انا حقاش هزاها بيد ونصور بيد ما يمكنليش ما عنديش كلش خويا بخطرة. المهم نتوما خويا بخطرة ونحركوها خوتي هاكا باش وقتكم ديروش الماء بزاف حتى تشوفو. هيا تغطات من الكبدة ديالنا صافي تغطات. دابا غادي نحطها نغطي عليها ونخليها طيب الطيب اخوتي انا ما نوريكم كيفاش جهد الطياب ديالها ان شاء الله شوية بان لي بدا الطيب يتبدل بعدا لونها وكسميتو هانتوما معايا. يلا انا نغطي عليها شوية باش يرجع لصه ونحضر لها شويه البوطه وهانتوما معايا اخوتي. المهم اخوتي هيا طابت لي الكبده ديالي طيب دغيا اخوتي ماشي بزاف عاد. المهم المرقه هانتوما تشوف اخوتي شوف كي ملبيه شتي المرقه كي ملبيه باش نقول لكم حطوا البصله شتي انا نخليها تزيد واحد شويه وصافي لان لا خليتها بزاف غادي تقصحها. المهم ها شوف اخوتي بدات تكالي هكا جبره مازال واحد شويه خليها واحد شويه وصافي شتي لان عاوتاني الا خليناها بزاف غتقصح. من الاحسن اخوتي ما تخليوهاش بزاف باش ما مشيلاش الجهد ديالها وباش ما تقصحش يبقى داك لا وهي قصحه. دابا لا رطبها شوف رطبها هاد الحادي فيها هذا رطبها دغيا تهود بحال شكل ديال المخ لانكم مازال لا زادت طيب بزاف صافي عاوتاني غتقصح. المهم انا غنزيد واحد شويه وغنغرفها معاكم ان شاء الله دير زعما في صحن التقديم. المهم اخوتي شوف كيف جات تبارك الله ملبيه شتي زوينه. دابا نغرفها معاكم ان شاء الله اخوتي نديرها في صحن التقديم. المهم انا خلي فيها واحد شويه ديال المرقه على حساب الدراري خصهم يستنوا سخونه. اخوتي باش نقول لكم ديروا التحميره انا عجبني الكبده تكون لونها حمراء سبحان الله. هاك اخوتي مكرهش الجد وقبلنا غير سمحوا لنا ونعاودوا ونقولا سمح لنا لا توحم ويجازيكم بالخير وتجهد كل تسمح لنا الله يكثر خيركم. كل واحد عنده خير في دارو حتى حنا هادشي ماشي دائما ماشي كل شهر قبل الله حرام راه حتى حنا عاملين تشهاو الحاجه كنجيبوها ولا كانت المنظر مزيانه نجيبو هادشي يعني ماشي دائما. ها خوتي شتي كي جات نتمنوا تجربوها ان شاء الله يا ربي. المهم هاد المعدنوس كتزيين وصافي اللي بغى يدير يعجبو المعدنوس حتى الاخر وقطعو طراف طراف حتى هكا يجي زوين واللي ما يبغيش صافي خليها هكا. وسمحوا لنا اخوتي الله يجازيكم بالخير الله يكثر خيركم كل واحدة عندها خيره في دارها الله يكثر خيركم جربوها اخوتي.
المهم اخوتي عجربوهاش كيف جا زوين، جربوها وما تندموش ان شاء الله بهذه الطريقه، ما ديروش مطيشه. مهم كل واحد وأذواق تختلف. يا الله اخوتي مع الفيديو المقبل ان شاء الله باذن وعيد الاحد، مع السلامه.